أبدأ معك أحمد جرادات. إذن كيف هو المشهد لديك في ظل هذا التصعيد التي تشهده الساعات الأخيرة؟ يعني بالفعل والتركيز على ما يبدو على منطقة شلومي والمناطق العسكرية المحيطة بها، إذ تم استهداف هذه المنطقة مرتين على الأقل منذ صباح هذا اليوم، وتم رصد سقوط 4 صواريخ أطلقت من لبنان. لم تحدد إسرائيل إن كانت بالفعل صواريخ بركان كما أعلن حزب الله أم قذائف هان، ولكن هناك بعض الصور المتداولة تظهر دخان كثيف يعني يتصاعد بالقرب من موقع عسكري إسرائيلي قرب شلومي، وعلى ما يبدو أنه بفعل قذائف أو صواريخ البركان التي أطلقت من قبل حزب الله. اليوم أيضا فرح دوة صافرات الإنذار في أكثر من 10 مناطق في إصبع الجليل على مرتين خشية من تسلل مسيرات، ولكن فيما بعد تم نفي إمكانية حدوث تسلل لمسيرات، وتبين أن صافرات الإنذار كانت بفعل تشخيص كاذب أو خاطئ. بالأمس شهدنا تصعيدا في ساعات المساء على هذه الحدود، إذ عاد حزب الله إلى تسجيل العمليات التي اعتدنا أو كان يعني معدل العمليات التي اعتاد على تنفيذها على هذه الحدود هو تبنى 9 عمليات، ولكن اشتدت هذه العمليات تحديدا بعد أن أعلن ونعى حزب الله استهداف أو نعى 4 من مقاتليه جراء استهداف إسرائيلي، وعليه منذ ذلك الإعلان شهدنا عدة عمليات على هذه الحدود كانت تتركز أيضا نحو مواقع عسكرية إسرائيلية في الخط الأول والخط الثاني من الحدود، إضافة إلى القصف الإسرائيلي الذي يبدو بأنه في الأسابيع الأخيرة أخذ شكلا مختلفا من محاولة استهداف عناصر حزب الله، ضرب بنية يدعي بأنها تابعة لحزب الله، ومحاولة الوصول إلى مواقع عسكرية واستراتيجية تابعة لحزب الله ليس فقط في المناطق الحدودية بل أيضا أبعد من ذلك. إسرائيل ترد على كل استهداف نوعي بقصف أهداف تقول بأنها استراتيجية تابعة لحزب الله، وحزب الله يبحث عن أهداف نوعية واستراتيجية ردا على العمليات الإسرائيلية. هو استهدف قاعدة ميرون، استهدف مقر القيادة الشمالية في الجيش الإسرائيلي، ولكن أيضا استهدف مرابط المدفعية الإسرائيلية ومنصات القبة الحديدية الموجودة في منطقة كفار بلوم، رغم عدم الإعلان الإسرائيلي بشكل صريح عن استهداف تلك المنصات، ولكن حزب الله أعلن عن تنفيذ عملية بالمسيرات الانقضاضية قبل يومين من الآن نحو منطقة كفار بلوم، وقال الحزب في بيانه بأن الهدف كان منصات القبة الحديدية. ولكن نستطيع أن نستشف من الرد الإسرائيلي على هذه العملية بأنه بالفعل كان هناك استهداف لهذه القبة، لأنه بعد ذلك بساعات قليلة استهدف مهبط أو مدرج للطائرات المسيرة الموجود على بعد 20 كيلومترا من الحدود، والتي تدعي إسرائيل بأن هذا المدرج يستخدم للمسيرات وتم إنشاؤه بالتعاون مع إيران. اسمح لي أن نرصد المشهد من الجنوب.